السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد مقطع جديد. مقطعنا اليوم راح يكون عن أفضل رصص باك، أو يعني رصص باك كويس. إذا تبغوني أسوي المقطع الجاي أفضل 3 رصص باكات اكتبوا لي في التعليقات. المهم يلا نبدأ، راح نلعب 3 جيم. رابط رصص باك في الوصف، وباكم تكتبوا لي تقييم. إيش في واقف ذا؟ علقت كويس. اوكي شباب، وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وبس مع السلامة.